لحظة وأقول لهم لا. طبعًا مراد كثير ناس لما طلعت في سنابي قبل فترة قالوا لي وسيم هذا مراد كلامه بديء ومش كويس وما أدري إيش، والناس زعلانة منك يا مراد. أنا أعطيك إياها في وجهك كويس. الحمد لله. لا يهمك الناس اللي يجوا يصوروك ويقول لك قول كذا وقول كلام مو كويس وقول هذا غلط. الناس لو تحبك تحبك لشخصك أنت، أنت اشتهر خلاص ما عندك هذا الشيء من يهمنا. بس الناس ما تبغى أنت، يعني في أشياء سويتها بحياتك مش كويسة. بعد شوي حك بعد شوي حخليك تكمل. خاصة الأشياء والناس اللي يقولوا لك تسوي أشياء مش كويسة وتروح تسويها وينزلوها هم، والحين أنت صرت على يوتيوب مفضوح وأشياء مش كويسة، وأنت راجل ما شاء الله عليك يعني محترم وكبير ولك تقديرك المفروض يا مراد. أنا والله